بسم الله الرحمن الرحيم. الرقية الشرعية للشيخ القارئ إبراهيم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق هذه الدار وجعلها دار ابتلاء وامتحان، وسلط على الناس الأمراض والأسقام والأدواء ابتلاء وتمحيصا وتكفيرا لذنوبهم ورفعة في درجاتهم، فمن صبر فله الأجر والثواب والشفاء والعافية بإذن الله تعالى، ومن سخط ولم يرضى فقد فاته الأجر والثواب وفاته الشفاء والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. ولما للرقية الشرعية من تأثير مباشر، سواء كانت بالقراءة المباشرة أو كانت عبر التسجيل الصوتي، ولما رأيت من فوائدها على الناس، استعنت بالله تعالى وسجلت هذا المقطع سائلا المولى العزيز القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفع بهذه الرقية من سمعها، وأسأل الله ألا يحرم من نشرها وأعان على سماعها أجرا وثوابا ومغفرة منه سبحانه وتعالى. بادئ ذي بدء، نتكلم عن من سكن أجساد المسلمين، ونقول لهم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، إن الله جل وعلا نهى عن الظلم، فقال سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيا معاشر الجن، يا من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اتقوا الله واخرجوا من أجساد المسلمين المؤمنين الطائعين العابدين الذاكرين الله تعالى، الذين يتلون كلام الله ويدعون الله جل وعلا سرا وعلانية. فاتقوا الله واخرجوا من هذه الأجساد طاعة لله. إن الله جل وعلا قد أذن لكم بأن تسكنوا في أماكن أذن الله تعالى أن تحلوا وتضعنوا بها، وإن الله جل وعلا لم يأذن لكم بأن تسكنوا أجساد المسلمين المؤمنين الموحدين. فاخرجوا من هذه الأجساد طاعة لله، اخرجوا من هذه الأجساد طاعة لله، إني لكم من الناصحين. فمن خرج فإنا نسأل الله تعالى أن يتوب عليه وأن يقبل توبته، ومن بقي في أجساد المسلمين آذيا متسلطا أو حارسا لسحر أو خادما لعين أو عاشقا أو مؤذيا، فإنا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل عليه اللعنة والمقت والغضب والعذاب الشديد. اللهم اجعل أجساد الآدميين على كل مس خبيث نارا وسعيرا يا حي يا قيوم. اللهم أخرجهم أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم أذلة صاغرين يا رب العالمين. اللهم من كان منهم تائبا نادما، اللهم فاقبل توبته وعجل بخروجه من أجساد المسلمين. اللهم ومن كان منهم ظالما مؤذيا، اللهم مكننا من قتله وإحراقه، واجعل كلامك يا الله عليهم نارا وسعيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله لا يصلح عمل المفسدين
إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ومن شر النفاثات في العقد سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن شر النفاثات في العقد سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ومن شر النفاثات في العقد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ إنه من سليمان وإنه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد
أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، يا عالما بالسر وأخفى، اللهم إن بنا من الهم والحزن والضيق والكدر والعين والحسد والسحر والعقد وضيق الصدر والآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأدواء ما لا يعلمه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك، ولا يكشفه سواك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل مرض شفاء، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همنا، ونفس كربنا، واكشف ضرنا، وارفع البأساء عنا. اللهم أقر أعيننا بالشفاء والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولأمراضنا شفاء. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأبعد عنا به النقم. اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أفضل كتبك كلاما، وأفصحها بيانا، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالقسط قائمين، وعن النيران مزحزحين، وفي الجنان منعمين. قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم إنا نتشافى بكلامك، اللهم إنا نتداوى بكتابك، فاجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولأمراضنا شفاء يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من الهم والحزن، اللهم أعذنا من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. يا من قال وقوله الحق، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو.
اللهم اكشف ضرنا، اللهم اكشف ضرنا وارفع البأس عنا، اللهم أقر أعيننا بالشفاء والعافية. يا ذا الجلال والإكرام، يا من قال وقوله الحق. عن أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل مرض شفاء، ومن كل بلاء عافية. يا من جعل مع كل عسر يسرين، اللهم اجعل لنا من كل عسر يسرا، ومن كل ضيق فرجا، ومن كل مرض شفاء، ومن كل بلاء عافية. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بريقة بعضنا، بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم من شر كل حاسد إذا حسد. بسم الله أرقيكم من شر كل حاقد إذا حقد. بسم الله أرقيكم من شر كل ساحر إذا سحر. بسم الله أرقيكم من شر كل رابط إذا ربط. بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد. بسم الله أرقيكم والله يحفظكم. بسم الله أرقيكم والله يرعاكم. بسم الله أرقيكم والله يتولاكم. بسم الله يرقيكم والله يشفيكم. بسم الله يرقيكم والله يبريكم. بسم الله، بسم الله، بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله الرحيم الرحمن. بسم الله العلي القدير. بسم الله العلي العظيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيكم والله يشفيكم، والله يعافيكم، والله يتولاكم، والله يكلعكم، والله يرعاكم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بريقة بعضنا، بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. اللهم أنت خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وشققت أسماعنا وأبصارنا، وأنت أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، وأنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وأنت أرحم بنا من أنفسنا لأنفسنا. اللهم أنزل علينا رحمة من رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمة من رحمتك، رحمة ترحمنا بها، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، وشفاء من شفاءك، شفاء يرفع مرضنا ويزيل سقمنا ويذهب عللنا. يا ذا الجلال والإكرام، قلت وقولك الحق، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. اللهم سكن عنا ما نجد من الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأدواء. اللهم أذهب عنا الهم والحزن والضيق والكدر. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك قلت وقولك الحق، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك، اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، اللهم لا خالق لنا غيرك فنرجوه. أنت إلهنا إذا ضاقت الحيل، وأنت ملجأنا إذا انقطعت السبل. من ندعو وأنت الرب المعبود؟ وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ من الذي يستر عيبنا وأنت للعيوب ساتر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ اللهم اجبر كسر قلوبنا
بشفائنا وعافيتنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما أصابنا ويصيبنا من الأمراض والأسقام والأدواء مغفرة لذنوبنا وتكفيرا لسيئاتنا ورفعة في درجاتنا اللهم اجعله سببا لتعجيل شفائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا صابرين عند البلايا والرزايا، واجعلنا شاكرين عند النعم والآلاء. يا حي يا قيوم إلهنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. اللهم يا من قل شكرنا عند نعمته فلم يحرمنا، يا من قل صبرنا عند بليته فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلهن الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وارفعنا على من خذلنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحفظنا بحفظك، وأن تكلأنا برعايتك، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعوذ بكلمات الله التامات، من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعوذ بعزة الله، نعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها، وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من شره ونفخه ونفثه، من شره وأذيته ووسوسته. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من شر كل حاسد إذا حسد، من شر كل حاقد إذا حقد، من شر كل عائل إذا عانى وحسد، من شر النفاثات في العقد، من شر كل ساحر إذا سحر، من شر كل رابط إذا ربط. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من شر الأسحار، من شر الفجار، من شر كيد الليل والنهار، من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم لا تفرح علينا عدوا، اللهم لا تشمت بنا حاسدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين. ربي تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجاتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر،
بسم الله بسم الله بسم الله، نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، 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 نعوذ بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم رب الناس، اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا وعافنا من كل عين خبيثة سببت الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأدواء. اللهم أبرد حرها وقرها، اللهم أزل همها وغمها، اللهم أطفي نارها وشررها، اللهم أزل أذاها ووصبها. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بارك لنا في صحتنا وعافيتنا، وبارك لنا في خلقتنا وخلقنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووهبتنا وأعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما خولتنا، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم من أراد بنا سوءا أو مكروها، أو أراد بنا عينا وحسدا، أو أراد بنا سحرا وعقدا، أو أراد بنا مكرا وكيدا، اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكفنه بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلنا برعايتك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما بركت، نظرت وما ذكرت، اللهم أبطل أثر عين حاسدة حاقدة تتمنى زوال النعم، اللهم أبطل أثر عين متجددة، اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل أثر عين عاشقة، اللهم أبطل أثر عين مفرقة، اللهم أبطل كل عين خبيثة أصابت من قريب أو قريبة، أو جار أو جارة، أو خادم أو خادمة، أو عدو أو عدوة، أو صديق أو صديقة. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبرد حرها وقرها، وأزل همها وغمها، وأذهب أذاها ووصبها، وأطفي نارها وشررها. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاسدات، والحاقدين والحاقدات، والعائنين والعائنات، والناظرين والناظرات. اللهم اكفنا شر كل ذي شر من الجن والإنس، اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم، اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفناهم بما تشاء، اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم، اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم اشفنا وعافنا من كل عين خبيثة آذت وآلمت، آذت وأمرضت، آذت وأسقمت، آذت وتجددت. اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل كل سحر خبيث عقد للتفريق بين الأزواج، والربط عن الزواج، والحرمان من الذرية والإنجاب. اللهم أبطل سحرا خبيثا عقد للتفريق بين الآباء والأبناء، اللهم أبطل سحرا عقد للحرمان من السعادة والعافية، اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء، أو جعل في قاع البحار، أو في وعر الجبال، أو تحت الأحجار والأشجار. اللهم أبطل سحرا خبيثا عقد فجعل في مشارق الأرض أو في مغاربها، اللهم أبطله بقدرتك، اللهم أبطله بعزتك، اللهم أبطله برحمتك. يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبطل سحر التخيل، اللهم أبطل سحر التعطيل، اللهم أبطل سحر التفريق، اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية. يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها، اللهم زلزل كل عقدة خبيثة استقرت في البطن والمعدة، اللهم أخرجها برحمتك وأخرجها من سائر الجسد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبطل السحر المأكول والمشروب والمرشوش والبخور والمعقود والمربوط، اللهم عاجله بالبطلان والزوال أينما كان وكيفما كان بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين، يا فعالا لما تريد يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، يا فارج الكربات، اللهم فرج همنا، اللهم نفس كربنا، اللهم اكشف ضرنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من آذانا بعين أو حسد، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من آذانا بسحر أو عقد، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من آذانا وتسلط علينا وجدد لنا الأمراض والأسقام وتسبب علينا بالأمراض والأسقام، أنت حسبنا، أنت حسبنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا، اللهم استجب لنا كما وعدتنا، اللهم استجب لنا كما وعدتنا، أنت الشافي إلهنا، أنت الشافي وأنت المعافي وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، اللهم صل على محمد ما غارت النجوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دار الشريف للرقية الشرعية.